الذهبات شبهون. لك وين هون؟ لك شو بيعرفني؟ هلا عندي مشوار بقضي وبرجعتي ان شاء الله بمر على الكركون وبسألك عنون. برجعتك؟ وان شاء الله بدي استناك لبين ما ترجع، ما تمر سيد راسين انت ورايح. حاضر هلا بمر غيره. سلامة قلبك، الله يخلينا المختار. دير بالك بيبو. حاضر. والا رجعوا لي الذهبات مثل ما هنن، ها؟ مو ينعطوا منه؟ الله وكيلك معلم، ذهبة ذهبة وبرغوت برغوت، مو ينعطوا منه بتعادة، وا؟ مرحبا بنجيب. اهلا وسهلا. أهلين أهلين، شو اسمك أنت سيد راسي؟ محسوبك يوسف. يوسف، يا سلام، شو هالاسم الحلو على اسم سيدنا يوسف عليه السلام. دخيل عينك بدي أسألك، أنت مجوز شي سيد يوسف؟ لا والله يا ابن نجيب، أنا عزابي. عندك بيت؟ أنا بيت يا رجالة، هو بيت أمي وأبي الله يرحمهم، هو أوضتين ساكنين فيه أخي وحريمه التنتين وأولاده. شيخ 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 على الشغل، خوي عم تنام؟ والله أيام بروح عند بيت أختي بكفرسوسة وأيام نام هون بالحاصل. إيش؟ كفر سوسة؟ ايه مشوار، والله مشوار، مو بعيدة كفر سوسة. شو بدنا نساوي لك ابن نجيب، شو بدنا نساوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. والله كسرت لي قلبي، ايه والله، يعني نوم تكون بالحاصل، والله مو مشكور منها. وبيت اختك كفر سوسة لك كتير بعيد. مو طالع شي بالايد يا ابن نجيب، مو طالع شي بالايد. سيد راسي، شو رأيك يوم مساء بس تخلص شغل تجي لعندي، نتعشى ومنتسلى ومنقرويش وبطعميك قاورما وزبيب وجوز وبنلزي منه وبتنام عندي؟ لا والله يا ابن نجيب، اليوم ما فيني، انا ما بقدر اليوم. ليش بقى سيد راسي؟ ليش ما بتقدر؟ يعني بتعرف اختي ما بتعرف اني رح نام برات البيت وبشغل لبالا، وهيك خلاص بكره ان شاء الله. يا علينا، هلا كل ما دق الكز جرب بدك تقول لاختك خلاص الا نايم بالحاصل. خلاص ابن نجيب، انا بحاول وان شاء الله يا اليوم يا بكره. لا لا، ما بدي تحاول، بدي توعدني، بدي وعد منك. خلص قلت لك بحاول ابن نجيب. وعدني، الله يوفقك، وعدني ان شاء الله. تكذب علي على اساس بدك تجي؟ ورطني وخليتنا نتكلف العشاء، الله يوفقك. لك والله شي بيحط الاهل بالكف. هلا ابو نجيب عازمك لعنده على البيت على العشاء والنوم. لك ايه والله شايف. والله شي ما بتصدق. هات لشوف سيدي، احكي لي شلون هيك صار. والله ما بعرف يعني، بس هيك عم دورها براسي، مالي عم بقدر حل اللغز. شو مصلحته ابو نجيب ليعزمني عنده على النومه وعلى العشاء؟ لك هذا ابو نجيب مرته ماتت من الجوع وابنه طفش مشان شويه قاورما. لا والانكى من هيك، بعت بناته لعند عمه مشان يربيهم، وفوق منها كان بده ياخذ كراههم. بقى بتقلي ابو نجيب بده يعزمك على العشاء؟ لك هذا الزلمه كحتوت، بيقلب النمله اذا شافها انتايه بيحلبها. هاها، ما عم اقول لك الشغله فيها انها. ايه سيدي، بدك تروح؟ اليوم مالي رايح، لشو بكره بركدن بروح لعنده وبشوف شو وراها. لك ابو اليوس، ليكون ابو نجيب بده شو؟ ايه والله بشخته مثل المعزاية، ما فشار. يا روق ابو اليوس روق، لك عم نمزح معك، شبك دغري بتصدق؟ على كل حال انا بكره رح اروح لعنده وبشوف شو القصة. ايه روح سيدي روح. قلت اعوذ بالله، قلت اعوذ بالله. شو هذا؟ ليه؟ ليه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والله لا يشع خير يا يوسف يا ابن الحرام، على اساس تجي؟ وينك يا ابن الحرام؟ لا لكن والله عم اقول معوذات يا برضا. ولي ولي شو هذا؟ شي سخن؟ لا لا لا، بدي هذا البيت مسكون، خليني اطلع لبرا نام بالحرام عسل. ما بدي. ما مشي حالك هيك يا ابو نجيب؟ لا والله، الله لا يوفقك. انا شو اعمل لك؟ شو اعمل لك انا؟ لا لا سيد راسي، لا توقع لك على شي حرمه درويشه مستوره جوزها. بعينك الله سيدي، بعينك الله. شو يعني؟ من طعميه الاكلات اللي عم ياكلون يوسف تاكليني؟ يا شو عتكلفني؟ خلصني سيد راسي. يا روح ما بعدك روح، خلصنا بقى. شو هالحكيات؟ اعوذ بالله. ما مشي حالك هيك يا ابو نجيب، والله ما مشي حالك. شبك ابو نجيب، فيك شيء؟ ايه قل اعوذ برب الفرخ. مين انت؟ مين انت؟ لك شبك ابو نجيب، انا ابو فخري. ابو فخري؟ ابو فخري؟ اكيد انت ابو فخري. يا سيدي اكيد انا ابو فخري. شبك؟ هديت حالي، الله يهد حيلك الهي. ولي لك شو معك هون برات البيت؟ اخي قاعد هون قدام باب بيتي.
شو حشرك فيني انت؟ شو حشرك فيني؟ استغفر الله العظيم. لك ليش هيك عم تشوف أم 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 لسادك فوت لعلى بيتك أم أم خلص والله ما لي حيل والله مستند علي لك يا الله يا رب يا الله فوت لشوف فوت 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 الله يصلحك ويهديك شو قعدك هون شو قعدك أهلين بشيد راسي أبو فخري أهلين سهلين لك بس ما قلت لي منين اجت المي على الباسة هذا يا سيدي كنت عم اشرب مي بالطاسة ايه ما لقيت الا غير فلتت هالطاسة من ايدي ونزلت على الشروة ايه وينها لكان روح فوت غير الباسك وتوضى وصلي ونام لك شي ساعة انا بدي روح لحق الصلاة بالجامعة يستر عرضك يا ابو فخري صلي هون يستر عرضك صلي هون ابو نجيب صلاة الجماعة باربعين صلاة وخص نص صلاة الفجر هلا على حظي يا ابو فخري على حظي صرت احسبها سيدي اذا كانوا للبد خدني معك على الجامعة خلينا نصلي سوا اي شو عليه ولا لا خلاص بنصلي هون نصلي هون يا عيني عليك يا ابو فخري هذا الحكي الله وكيلك الك علي احلى صفرة ممدودة فوق الله وكيلك زبيب وجوز وقاورمة وخبز من ما جميعه سيدي الله وكيلك مو ناقصه شيء شو الكلام اللي هبط عليه فجر ابو نجيب الله يسترنا من عواقبه اخي انا هلا اذا تجوزت ما فيها شيء لا عيب ولا حرام ولا ضد الشرع ما هيك شيخي هي ما فيها لا عيب ولا حرام بس يفضل انك تصبر لك شهر زمان مشان الناس ما تحكي عليك الناس شو بدي بالناس انا شيخي سيد راسي انت شو بدي بالناس والله يا شيخي الشي اللي عم شوفه انا الناس ما عم تشوفه الله وكيلك الليل ما عم نامه ما شاء الله عليك يا ابو نجيب والله الشباب معك والحكي شيخي الله يخلينا لك انا شو بدي بالشباب الشباب شي وانا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لذلك انا بنصحك بالصيام عبين ما تلاقي بنت الحلال اللي تناسبك تنصحني بالصيام شيخي على اساس انا من كتر ما عم اكل خزيت العين والله انت بتعرف شغلتك يعني المهم شيخي هلا اذا تجوزت لا حرام ولا ضد الشرع ولا ممنوع ما هي لا 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 ابدا ابدا ما فيها شيء الله يخلي لنا الشيخ نزير بركاتك يا شيخي سيد راسي انت السلام عليكم والله يا ابو نجيب شفت أحسن شيء ديبة هيداي وشغيلة وبتجيب مصاري وما بتتكلف علي يا ابنو عيبي عليك يا ابو نجيب مينو هاد؟ أنا ست راسي أنا مين أنت؟ لك شو مين أنا؟ ابو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي احكي معك كلمتين شبكي يو لك انا حرمه وحدانيه شلون بدي افتح لك انك كلمتين بدي احكيك اياهم شبكي شو حناكلك احكي من ورا الباب كيسالك ست راسي تاخديني لوين لك شو لوين اسمعوا للسمعه ست راسي يعني بتتجوزيني لك جواز ورث ان شاء الله حرمتك لسه ما نشفت رباطه داير بدك تتجوز يا بشوم عليك لك والله اذا بتاخذيني طاقه القدر بتنفتح لك لك ايش بدك عندي عندي برغول وعندي زبيب وعندي قاورمه وعندي عنب الله وكيلك شو ما بدك عندي شايفني مو شايفه اكل بحياتي قال برغول وقاورمه وزبيب اسمعوا لا ليك اذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحاره صحيح انك واحد سفيه وليه عليك شو حكينا بلاها سيد بلاها سيد نصري الله يخلينا سيد نصري شو رأيك سيد راسي ان شاء الله بخير اهلين عمي ابو نجيب الحمد لله بخير الحمد لله حبيب قلبي طمنا كيف الست الوالده ان شاء الله منيحه الحمد لله ابو نجيب انت ليش عم تسال عن مامتي ومن وين هي بتعرف الست الوالده اللي حتى اسال عنها الله وكيلك لا بحياتي شفتها ولا بعرفها بس عم ناخذ نعطي سيد نصري شو بك يعني بمعيتك هيك بركي بتسالها اذا بتجوزني
لك الزام حدودك ولك. لك طول بالك شباك، الله وكيلك ما حكينا شيء. شباك شو كفرنا؟ والله واللي اسمع الله، اذا بتجيب سيره لنتي مره ثانيه على سرك يا ابن نجيب لحتى انكو ذكرانك من الشبريه. وليه؟ شو هاد؟ وليه؟ لك مصري شو هاد؟ لك مو عيب عليك، لك مصري زلمه قد ابوك. مو عيب عليك. الله وكيلكم ما سويت له شيء. لك ما لقيت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك مصري؟ ايه بدي تعوى على ابو نجيب، لك عم بجيب سيره عرضي على لسانه بدك اياه يضل ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مضبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال بالحلال. سألت سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له اسألني امك تتجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة، ضب خنجرك لعلاك ضبه روح على شغلك، نحن رح نعمل له اللازم. يلا روح روح الله يرضى عليك روح. بسيطة يا ابو نجيب بنشوف. ماشي يا ابو نجيب. ماشي ماشي سيد راسي. شو أنت منك؟ بعدين شو أنت التاني حتعمل لي اللازم؟ إيش كفرنا؟ خلصنا يا أسد يوسف. أهلا يا ابن نجيب. أهلا يا أبو الصيف. وين أسد يوسف سيد راسي؟ والله يوسف راح على جوبر بس طلبية. إيش على جوبر؟ مشوار والله. إيه مشوار خير بدك منه شيء؟ أخي عاوزه بشغلة ضرورية. ما لك أنت بده يرجع؟ والله بده يرجع قبل المغرب، بس سمعته عم يقول بده يروح يتعشى ينام. يتعشى وينام؟ وين بده يتعشى وينام؟ عندك ابو نجيب عندك. لك شو مو انت عازمه؟ ايه صح مزبوط والله انا عازمه. ايه دخيل عينك بس اجا بتاكد عليها وبتقول له ابو نجيب عم يستناك على العشاء وما حيحط الخبزه بتمه لبين ما تجي. تكرم ابو نجيب تكرم، وانا معزوم معه كمان. ما عزمك وحده تسهل امرك، شو حشرك انت الثاني؟ لك اخي في شغله سريه بيني وبينه. انت شو انت عزيمتك بعدين سيد راسي؟ بعدين يعطيك عافيه سيد راسي. اهلا سيد يوسف. لك وينك انت؟ تفضل تفضل فوق سيدي. والله شغل بالي عليك. الله وكيلك شغل بالي. يا اهلين وسهلين. والله زارتنا البركه. الله وكيلك. اهلين بالسيد يوسف. يا اهلين وسهلين. شرف سيدي شرف. على الصدر شرف. ايش هو الحمايه اللي الك؟ ايش هو الحمايه اللي الك؟ اكيد جاي جوعان وتعبان. شرف سيدي. يلا سمي بالله. بسم الله. شو هذا؟ شو بك سيد راسي؟ شو هذا اللي بالصحن؟ هاي القاورمة سيدي. مالك سمعان بالقاورمة؟ لك بلا سمعان فيها، بس ليك ما في غير الدهن. شو ما في لحمة؟ لكن بلا هي القاورمة مدهنة شوي سيد راسي. لك شو شوي؟ ما في لحمة بنوب. أنا هيك شي ما باكله عن إذنك معلمي. لك صلي على النبي صلي على النبي. شبك اخلاقك بروس مناخيرك يا سيد يوسف. خلاص جيب لك لحمة عمير الله بجيب لك لحمة. يلا وأحلى لحمة لسيد يوسف. يا ترى شو بده مني؟ إذا بحياته ما اجتمعوا سرمايتين ببيته هلا صار كريم، أكيد الشغلة فيها أنا لنشوف آخر تمعه، بس ما يكون مثل ما قال أبو سطيف. وأهلا بسيد يوسف. ويا سيدي وهي أحلى صحن قاورمة. شرش درسي. كأنه هالقاورمة خربانة وريحتها طالعة كمان. أعوذ بالله. شو عم تحكي؟ هي القاورمة هيك ريحتها مثل ريحة الشنجليش. شو عم تحكي انت؟ سمي بالله سيدي سمي بالله. وكل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لحمة لك هلأ بيخلصهم كلهم ويصير بده كمان. ان شاء الله ريته مطرح ما يسري يهري. ان شاء الله سم الهاري إلهي. ان شاء الله صحة وهنا سيدو. ان شاء الله مجاري الهنا إلهي. ايه مطرح ما يسري يمري. كل أمانة تاكل ما بتخلي شي. ها ما بتخلي شي. خبز سيد راسي خبز. لك كبر خبز يا شباك. كله عنب سيدي كله عنب. الجوز تقيل. الله وكيلك تقيل كتير تقيل. ماشي ان شاء الله صحة وانا الحمد لله. وين سيدي؟ اكيد رايح لبيت المي. قلت لك القورمة تقيلة يا سيد يوسف ما صدقتني. الحاصل والله رايح الحاصل انا. شو هاد سيدي؟ يستر عرضك لا تروح الحاصل سيد يوسف. يعني هلأ بعد ما تعشيت وأكلت الأكلات صار بدك تروح الحاصل سيدي؟ أبو نجيب اللي بالمشر معي شو بدك مني؟ شو بدكم بدي منك سيدي؟ شو بدكم بدي منك؟ ولا شيء الله وكيلك ولا شيء. بس أنا شو قلتي حالي؟ قلتي حالي يعني بما أنك أنت وحداني وأنا وحداني فليش ما منسهر سوا منتعشى سوا ومننام سوا؟ مننام سوا؟ أبو نجيب شو قصدك؟ والله مو قصدي شي. الله وكيلك مو قصدي شي لا تفهمني غلط. واصحك يروح مخك لبعيد فكر انه انا بخاف يعني نام لحالي مشان ما تطلع لي من نجيب. لا والله ما في هيك شي. بس انا قلت لحالي يعني بحن عليك سيدو بحن عليك. ايوه يلا خاطرك لك. والله ما بتروح سيد يوسف استر عرضك. والله بخاف نام لحالي
عم تطلع لي ام نجيب بالليل. ام نجيب؟ لا عمي لا، يستر على عرضك، انا خلقت العالاتي جوزتين بخرج. قال ام نجيب قال بدي روح عمي، عم بدي روح، مختار مني على الحاصل بدي روح. الله لا يوفقك يا سيد يوسف، الله لا يوفقك الا كلام. سيد يوسف يا سيد يوسف سيد يوسف، الله لا يوفقك يا يوسف على الفصل، الله لا يوفقك إلهي، إن شاء الله مطرح ما يسري يهري يفضح حريمك، أكل الأكلات وراح، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، إن شاء الله سم الهاري إلهي. شو بدك تعمل هلا يا ابني؟ شو بدك تعمل؟ والله خايف نام جوا لحالي، الله وكيلكم خايف. أحسن شي روح قدام السرايا، هنيك في كوران ومضواي، في ونس تتسلى لك ابن جيب تتسلى. والله شفتها يلا. فين؟ تفضل تفضل تعشى معنا سيد راسي. عم تحكيني لي؟ ايه سيدي تفضل تعشى معنا. شو عم تاكل سيد راسي؟ كباب وبندورة وخيار وخبز خير الله. كباب؟ ورجيني اشوف شغل مين الكباب؟ شغل اب مرعي اللي بسوق التمن سيد راسي. اب مرعي؟ يعني ما في أسئلة إذا دقتم سيد راسي؟ ما في أسئلة سيد راسي، أنا عم بدعي لربي إنه الله يبعث لي حدا يتعشى معي ويسليني. قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، والله شي طيب، شي طيب كتير. ما قلت لي سيد راسي أنت منين؟ من الهيالة. من الهيالة؟ يا سلام، الله وكيلك، أحلى ناصب على الهيالة. ما قلت لي سيد راسي شغل مين الكبابات؟ من عند أب مرعي، ما بتعرفه؟ إيش؟ أنا اللي بعرفه أب مرعي، أنا اللي بعرفه. يلا لنقوم نصلي الفجر ونلحق نطلع على الضيعة قبل ما يطلع الضوء. ما بدك تصلي يا ابن نجيب؟ لا سيد راسي لا، أنا بصلي بالبيت معروفة هي. بات لي يا أبغاني، بشوف مضيعتكم مرة تانية. هيالي عمي الهيالي، هيالي دخي روحك. بدي مرة آدمية بنت حلال تحفظ النعمة سيد راسي. ها ومين ما سألت عليك هنيك؟ ابو غانم بده يدلوني. بدلوك سيدي بدلوك، انت ما بتصلي عنا على الضياع من ليلك طلبات. الله يخلينا ابو غانم، واحلى بوشه من راس ابو غانم. الله لا يحرمنا اياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله منيحه. ايوه عماره برضه احسن شيء. لك شو ما اجت بالي من الصباح؟ لقوم روح لعنده واطلبها منه. وليه؟ بس ما يطلب مني كراهة؟ لا ما بصن، أعوذ بالله. إيه كله على بعضها شقفة حمارة. إيش هو صارت السفيرة عزيزة ولا بدر الدجا؟ إذا أنا رح أقضي شغلتي ورجع ليها. يعني إيش كان للبد بلا منيته؟ بعطيه برغوت دخيلك سيدي. برغوت؟ لك والله كتير برغوت. لا لا نص برغوت، نص برغوت حاشته نص برغوت. إن شاء الله يرضى عيني يا أخي، يفتح حريم علي الباقي بعرفه. يا برضا انا ابن نجيب. يا برضا اهلين ابن نجيب. اهلين بسيد راسي. شرف الله. اهلين يا برضا. الله يرضى عليك. الله يخلي لنا اياه. خير سيد راسي؟ جيت اسالك عن الحمارة شيتك، شلونها منيحة؟ حمارتي كتير منيحة وما في منها، وبتبوس ايدك ابن نجيب. الله يخلي لك اياها الهي. ايه سيد راسي، يعني بدي اعرف اذا كانت هيك صبيه قويه فتيه، يعني خرج الركب، لا بتعنفس لا بتحرن لا بترفس. لك حمارتي ما في منها وكتير هاديه، ولو ما كانت هيك ما كنت حويتها. بس ليش كل الاسئله عن الحماره؟ سيد راسي يعني بعد اذنك هيك بدي اطلبها منك. شلون شلون؟ جاي تطلب الحماره مني؟ يعني قصدي استعيرها سيد راسي، استعيرها بمعيتك هيك. يعني في عندي هيك مشوار صغير بدي اقضيه بعد اذنك. ولوين هالمشوار؟ على الوطه سيد راسي، على الوطه. خير؟ يعني ماني حابب احكي، بس انت ما بتخبى عنا. دلوني على ارمله بالغوطه، بدي روح شوفها مشان اتجوزها. مازال هيك؟ ميت حمارة بتخدم شواربك ابو نجيب، استناني شوي. الله يخلينا ابو نجيب. استناني شوي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حال؟ منيح. دخيل عينك، تعرفني وين صار بيت ابو غانم؟ ابو
غانم ابو غانم. ما في اسم ابو غانم. لك ابو غانم ابو ضيعتكم شبنا. والله يا عم بهالضيعة ما في واحد اسمه ابو غانم. شو عم تحكي؟ يفضح حليمك يا ابو غانم. والله ما في. طيب تعرف انه نوع عيلة؟ لا والله ما بعرف. والله ما في. والله لا يوفق. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله معكم. ابو غانم سيدي ياسي. ابو غانم شبكو؟ ابو غانم ابو غانم. ما في ابو غانم بهالضيعة. لك ايه عرفته. مين هو؟ لك هذا قصده عبود الطن. ايوه ايه اللي عبود الطن من الاول. عبود الطن؟ هيك اسمه عبود الطن؟ ايه عمي ايه هذا ما حدا بيعرفه بهالضيعة غير بهالاسم. هذا اللي طنه بهالزمان. ايوه. وليش عم تضحكوا سيدي راسي؟ ليكون حكينا شيء بيضحك ما تاخذونا ها؟ لا عمي لا نحن ما عم نضحك عليك. ايه سيدي بتروح بهاي الحارة. ايوه. بفوت بالحارة اللي على اليمين. ايه. بتلاقي في طنبر. ايه. قدام الطنبر في مصطبة. ايوه. هذا بيت عبود الطن. كتر خيركم سيدي راسي. السلام عليكم. تفضل يا عمي صبري. خلينا ياكم. بالرجعة سيدي بالرجعة. اهلا يا الله. السلام عليكم. السلام. اهلا يا ابو نجيب. اهلا يا سهلين. اهلا يا سهلين. شلونك سيدي؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. الله يسامحك. الله يسامحك يا ابو غانم على هالعمله. نطف قلبي يا رجل. نطف قلبي من الصبح وانا اقول لهم ابو غانم ابو غانم وما كان حدا يعرفك. يقول لي من اول انه اسمك عبود الطن. شو؟ مين قال لك انه اسمي عبود الطن؟ والله سالت اثنين شباب بالضيعه هون قاعدين على الدكه. قلت لهم ابو غانم قالوا لي هذا اسمه عبود الطن. هدول اكيد ولاد عبطان عليهم يا شباب. لك شو صار لهم هدول؟ الله يخرب بيتك ضروري تحكي هالكلمة. لك شو حكينا سيد راسي شو حكينا؟ لساتك واقف؟ هلا بيمسحوا فيك السرامي. روح اهرب. وليه؟ اهرب. يا افكيك. يلا يلا. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. علقت البلد ببعضها. الله لا يوفقك على الضيعة. الله لا يوفقك. ايه سيد راسي؟ حواليك شي حرمة هيك اتجوزها تكون يعني هيك من قريبه؟ بدك حرمة تتجوزها على سنة الله ورسوله؟ هي فهمناها. بس شلون يعني من قريبه؟ من قريبه سيد راسي يعني ما تكون طماعة، ما تكون نقاقة، ما تكون جحيخة صريفة تبعزق لي المصاري شي بطعمة وشي بلا طعمة. يعني بتعرف حضرتك نسوان مشكل ملون سيد راسي. والله يا أخ يمكن طلبك موجود عنا. شو قلت لي اسمك بلا صغرة؟ أبو إيش؟ أبو نجيب سيد راسي. أبو نجيب خود جيب. والنعم والله. والله يا أخ أبو نجيب عنا أختي أرملة وعندها ولد أخرس وبدنا نستر عليها على سنة الله ورسوله. يا سلام يا سلام. شو بدي أنا أحسن من هيك؟ أرملة بس والله ماني عارفان شو بدي لك. يعني الولد شو؟ لا عمي لا الولد عمي بيضل عند إخواله. ها هذا الحكي. إيه سيد راسي فينا نشوف البضاعة بمعيتها؟ والله يا أبو نجيب بدك تستنى معي لبعد العصر مشان يجي ابني محسن يستلم عني مشان اقدر اروح معك. ايش شو علي سيد راسي مستنى شو في ورانا؟ بنستنى لبعد العصر. بس ما عندك شيء بالبستاني التاكل؟ شايفه ناشفه كانه ما. والله في مشمشه باخر هالارض قوم شوف اذا بتلاقي لك فيها كم حبه. يا سلام شو بدي احسن من هيك؟ بمعيتك دري بالك على حماره. الله يخلي لنا اياك. مو ناوي تسكر اليوم؟ شو مالك بالعادة تمسك إلى الأدخين؟ أبو نجيب أخذ الحمارة على بكرة الصبح ولهلا ما كان شيء. والله شغل بالي عليه وخصوصي مو أخذ على هواتك. وين راح فيها ذكرني؟ قال في جماعة قالوا له في حرمة أرملة ساكنة على أطراف الغوطة راح يشوفها. العمى بس ما يرجع بهالليل وياكلوا الضباع والديابة. السيدي ياكلوا ويضربونا وأكلة يمكن يروحوا فيها والله. يا رزيف يا رزيف لك شوف على الشوفة لك شو هاد. الله أكبر لك شلون ما بيعمل عليها هذا. لك ايه هذا اسمه حصان إبليس حكالي عنه معلمي بالجزماتية. يا سيدي البني آدم ما بيعجز عن شي بنوب. لك هلا هذا هو حصان إبليس اللي لا بيأكل لا بيشرب. لك أبو الفقر شو بده يأكل بيشرب ما كله حديد بحديد. والله عظيم معناتها أحسن من الدواب خادم ببلاش. ليش أنت بفكر مين ما كان بيقدر يركب عليه؟ ما شفت شلون مرقز أرزي عليها مثل أبو سعد. إيه والله يا جماعة صرنا بآخر وقت. الله العليم الله العليم الأيام يا قربي. الله يجيرنا. الله أعلم. السلام ورحمة الله. الله خلينا مختار. أهلين أهلين وسهلين. أهلين سيد راسي. تفضل تفضل عمي تفضل أنت ضيفنا. الله يخليك سيد راسي. خير يا مختار ليش تأخرت؟ إن شاء الله ما في شيء.
والله كنا بالهيالة علقانين أهل الضيعة مع بعض، وقعت لت قتلة والدنيا قايمة قاعدة. يا لطيف يا لطيف، خير يا مختار، شو السبب؟ هذا جاي ضيف لعند عبود الطن الله يرحمه. عبود الطن ما غيره. ليش عبود الطن مات؟ ايه انقتل اليوم بهالطوشة اللي صارت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايه والله، وهالضيف لعنه الله عليه على كل أهل الضيعة مع بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ميت أهلا وسهلا يا جماعة، يا ميت أهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا على الميسور سيدي، شرفوا. لكان منكمل قصة الهيالة بعد ما متعشى. شرفوا يا جماعة، شرفوا سيدي. بس والله كتير هيك لك أبو حسين، مو كتير والله. معذب حالك سيدي راسي، الله وكيله. لا يا عم، أنت ضيفنا. هذا واجب يا أبو نجيب، واجب يا صهر. الله يكبر واجبك سيدي راسي، الله يكرمك. الأيام جاي وإن شاء الله منزورك بالشام، ووقتها منقل لك كرمنا. ميت أهلا وسهلا، الله وكيلك سيد راسي. انتو بس احضروا، والله لا يحضروا واجبكم. شو يحكي؟ حريا يا أهل الضيعة حريا. مختار احترقت الدائرة تبع البيك الله يرحمه. لك مرت الفايزة خانم جوا لحالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوموا يا جماعة، قوموا. سيدي تحرقوا صفلوا ما يناكون يا سلام يا سلام. الحارة أبو نجيب أكل الطبع على طريق الخطة. يا للحارة. يا لطيف يا لطيف، شو الحكي يا مثل ما عم أقول لك يا تيسير، هيك كل أهل الحارة عم بيحكوا. مين هذا اللي عم يحكي الحكي؟ كل الناس. لا إله إلا الله. أبو نجيب راحت عليك يا أبو نجيب، والله راحت عليك. عرفتوا لنا شلون اجى الخبر من جابو؟ لا والله يا عقيد، ما خلينا حدا الا وسالناه، ما وصلنا لنتيجه. من شوي كنت بالقهوه انا وابو فارس اخوه لابو نجيب، ما خلينا حدا يتابع علينا الا وسالناه. لا اله الا الله، وهجمت لك على الضبع وما عاد شاف قدامه غير مصري عم يعرض يمين وشمال. وي لعبتي لعبتي لعبتي، شايف عفوت من هولك هون حالا. ايه بخافوا يلا محمود، لك يلا شبكي. سلام قبل مرة، سلام يا مو خير شبك يا مو. بسم الله عليكي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مو ما في شيء ليكي، ليك ما بسم الله ما متأكد؟ الله وكل شو تبعينا عقيد. ليك على هالقصة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ابن نجيب عايش؟ ايه هلا عم بيقولوا انه متزوج، كان راكب على حمارة ابو رضا وجارته ومرته وراها. صدقا من الاول كان عندي احساس انه ما راح يموت، لانه زبادي المال ايه ما بتتكسر. تفضلوا يا جماعه. تفضل يا مختار. يلا ناوليني يا ست راسي، الله يرضى عليك. يلا
خطيني 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 بردان، لأنه برد الصيف مثل حد السيف يسلموا ايديكي. هالحارة وضيعتوا هالسيف هالزمن الراحة.